هذا مو مال ذبان، هذا مو مال صراصير ولا هو مال حشرات، هذا مال بلدق، مال لباط. عرفت؟ لا تضحك، صحيح. الكويت بلد حار، بلد جماعة يضحكون مثل البلد الحار المفروض ان يكون دلدقك اباطك نظيف، تركب اسانسير ساك خشمك، تركب باص ما تقدر تحرك، زحمة العالم يبغى الحكي هذا. رجاء، هذا ترى ما يستعملون الديودرن هذا، الريحة الذكية هني على وساخة، مو تطلع سيارة ايدك من السيارة واذا ضرب فيها الهواء ونشف تحسب نشف، لا هذا شيء ترى والي يمد الوسخ، يبي له بس دقيقة ويطلع الريحة صك مرة ثانية. رجاء استحم اولا، نظف نفسك، الاستحمام ضروري جدا، واذا في الصيف المفروض يوميا، اذا مو يوميا يكون على الاقل مرتين او يوم بعد يوم، لكن هذا ترى ظريف. انا الحين ما قاعد اسوي دعايه له، الحين بتقولون لي هذا لا يكون وكيل، لا يبا والله اني ماني وكيل ولا يحزنوا، لكن تاكدوا انه هذه الاشياء يمكن ناس ما تعرف استخدامها، وسبحان الله بعض الناس مثل الزهويه ما يشمون لكن